شهد المعهد العلي للصيد البحري يومه الأربعاء لقاء تواصليا تحت شعار التكوين البحري آفاق متعددة من أجل مستقبل أفضل. وإلى جانب مد جسور التواصل بين الأجيال داخل أسرة الصيد البحري، فإن اللقاء وحسب الجهات المنظمة يهدف إلى تحفيز الطلبة ومنحهم دفعة معنوية كبيرة لبذل مزيد من العطاء والتحصيل الدراسي لتحقيق الذات واكتساب المهارات والمعارف. في الحال تحت شعار التكوين البحري نحو أفاق متعددة، كان دوك شعار البادر التي نظمناها هنا بالمعهد العالي للصيد البحري. هدفنا في الحال هو أن نتواصل مع طلبة المعهد العالي للصيد البحري. نتمنى أن تكون هناك لقاءات أخرى في ظل أن نتعرف على تجارب متعددة خصوصا في قطاع الصيد البحري أو خارج قطاع الصيد البحري، والتي تكونت بالهدف العام والتي تكونت هنا بالصيد البحري. الحمد لله اللقاء التواصلي كان ناجحا في الحال بحضور مجموعة من الطلبة سواء في السنة الأولى أو السنة الثانية أو السنة الثالثة. طبعاً الحين نتمنى وكنشكروا في هذه المناسبة الإدارة ديال المعهد العالي للصيد البحري، وكنشكروا الطلبة اللي طبعاً الحين واكبوا معنا اللقاء وتفاعلوا معنا، ونتمنى إن شاء الله يكونوا لقاءات أخرى في هذا المجال وفي مجالات أخرى. شكرا. بداية كان هذا اللقاء كان لقاء جد شيق، لأن فتحنا فيه واحد الجسر ديال التواصل مع طلبة ديال المعهد، والطلبة اللي هما يعني كيبحثوا مازال على المستقبل ديالهم، كيبحثوا مازال الضمين ديالهم، يعني اشنو بغاو من بعد. يعني واللي كنشير ليه هنا انه بالنسبة للطلبة ديال المعهد كيخصهم توجيه، يعني التوجيه، وكنتمنى ولو حب بدالو انه كان شي ركن دار في المعهد ديال التكوين ديال الصيد البحري يكون فيه ركن ديال التوجيه، يكون تحت رهنة إشارة الطالب. الحمد لله كان لقاء تواصلي جد مثمر من خلاله تم العرض على تجارب ناجحة. بالمناسبة كنشكروا مؤسسة المغرب الأزرق اللي تحت لنا هذه الفرصة باش نتلاقاو مع هاد الناس هادو، وكذلك الشكر موصول كذلك لإدارة المعهد. وكنتمناو ما تكونش هذه كآخر لقاء يجمعنا بالخريجين، بل تكون سنة تكرر كل سنة، ولما لا في كل ما اتيحت الظروف لهاد الناس باش يعرضونا التجارب ديالهم. بون بصراحة هذا اللقاء كان تري انتريسون بور لي زيديان اللي عاد بادين الباركور ديالهم. نتمنى ان شاء الله المبادرات ما تكونش غير ما تحبش غير هنايا، تكون لاني بروشي ان شاء الله يا بغيو تزيدوا تطوروا ان شاء الله، ويحضروا ان شاء الله دي عناصر اخرى اللي تقدر تعطي انيماج اللي تقدر تزيد من تحسين الايماج ديال هذا ليكون ان شاء الله. الاداره الجهويه بالقبل المعهد وزاره التزوير منذ نشأته على وجه البسيطة درس الإنسان البحر لاستكشافه والاقتيات منه. اليوم حقا تغير الزمان والهدف، بل وصار للإنسان في البحر مآرب أخرى. سفيان حفيظي، أكادير.